ونستعرض معكم أداء أسواق المال الإماراتية في مستهل تعاملات اليوم. فكما نشاهد فإن مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في هذه اللحظات متراجع عند 9076 نقطة. أما بالنسبة لأحجام وقيم التداولات في سوق أبوظبي فقد بلغ حجم التداول أكثر من 61 مليون سهم بقيمة تجاوزت 313 مليون درهم. أما بالنسبة للأسهم الأكثر ارتفاعا في سوق أبوظبي، أسهم بنك الشارقة، شركة إنفكتوس للاستثمار، بنك رأس الخيمة الوطني مرتفع عند 5.20 فلس، وشميرة S&B. أما بالنسبة للأسهم الأكثر تداولا بالقيمة في سوق أبوظبي، أسهم العالمية القابضة، الفضابي القابضة، مجموعة مالتيبلاي وفينكس جروب، بلغت قيمة التداولات فيه أكثر من 18 مليون درهم. أما بالنسبة لمؤشر السوق في دبي في هذه اللحظات أيضا متراجع عند 4152 نقطة. أما بالنسبة لأحجام وقيم التداولات في سوق دبي فقد بلغ حجم التداول أكثر من 33 مليون سهم بقيمة تجاوزت 90 مليون درهم. أما بالنسبة للأسهم الأكثر ارتفاعا في سوق دبي، أسهم شركة الإمارات للمرطبات، الشركة الوطنية للتبريد المركزي، وشركة أرامكس، ومصرف عجمان مرتفع عند درهم و90 فلس. أما بالنسبة للأسهم الأكثر تداولاً بالقيمة في سوق دبي، أسهم إعمار العقارية، إسبنس، العربية للطيران، وإمباور، بلغت قيمة التداولات فيه أكثر من 6 ملايين درهم.